السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، يقول المولى سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوه له. ومن أجل أن ندخل في ضمن هذا الحديث، فنحن نطلب من جميع المحسنين بمساعدة لبناء هذا المعهد لتحفيظ القرآن وللدراسة الإسلامية، ونقول لكم على مساعدتكم جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.